أهلا وسهلا بكم لتطبيق قناة شوف تيفي. في هذا مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من وسط المدينة اللي تعرف واحد الحادثة ديال السيارة. كيف تشوف معنا سيارة عمادية اللون اللي واقفة في شكل معاكس ديال السيارة اللي اصطدمت بواحد السيارة كانت مركونة. السائق ديال هذه السيارة هذه حسب محكمة أحد الشهود العيان أنه كان جاي بسرعة وفقد السيطرة على السيارة واصطدم بواحد السيارة مركونة، لكن هذا الأخير نظرا لأنه في حالة متقدمة من السكر على حساب ما قال السيد اللي كان حاضر أنه خلى الطنوبيل ولاد بالفرار. إذا بالطبيعة قناة شوف تيفي يلاه تلحقونا في هذه اللحظات. هذا مباشر من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من وسط المدينة التي عاف واحد الحادثة ديال السيارة. هاد صاحب السيارة عمادية اللون اللي اصطدم بواحد السيارة كانت مركونة بجانب عاصف، وحسب أقوال لأحد الناس اللي كانوا حاضرين في المكان أن صاحبة السيارة عمادية كان جايب واحد السرعة مفرطة وفقد السيطرة على السيارة واصطدم بسيارة كانت مركونة. حسب القول ديال هاد الشاهد هذا أن سائق السيارة كان في حالة غير طبيعية، لهذا خلى السيارة ديالو اللي اصطدمت اللي دابا هاد الحادثة ولاد بالفرار. تبقى تتابع معنا طبيعة قناة شوف تيفي في هاد اللحظات. رجال الأمن تدخلوا لعين المكان من مكان الحادث وباش يقوموا بمسطرة متابعة. دائما تتابع قناة شوف تيفي. المزيد من الحيطة والحاضرة أثناء السياقة، والإنسان يجتنب أنه يمشي بواحد السرعة مفرطة، ودائما اجتناب أن الإنسان يسوق وهو في حالة غير طبيعية، لأن غالبية الحوادث ديال السيارة كيكون السبب ديالهم هو السرعة المفرطة أو كيكون السائق سايق السيارة ديالو وهو في واحد الحالة غير طبيعية. لذلك حسب هذا الشاهد هذا أن قوة الاصطدام كانت كبيرة جدا، سمعت الدقة صعيبة كانت الدقة كبيرة بزاف، لهذا كاين مخلفات مادية كبيرة في السيارتين. الحمد لله أن ما كاينش خسائر بشرية. إذا تتبع قناة شوف تيفي باش تتابع معنا هاد الحادثة السيئة اللي صاحب سيارة مادية كان جايب واحد الصوام فايت حسب القول ديال أحد الشهود، وكان في حالة غير طبيعية وفقد السيطرة واصطدم بواحد السيارة كانت مركونة ثم لاد بالفرار. وحسب القول ديال الشاهد أن كانت قوة الاصطدام كانت قوة كبيرة. دائما تتبع قناة شوف تيفي للمزيد من الحيطة والحظائر أثناء السياقة،
وتجنب أن نشوف واحد الصورة مفرطة، وكذلك اجتناب السياقة من يكون الإنسان في واحد الحالة غير طبيعية. إذن متتبعي قناة شوف تيفي، كنتم معنا في مباشر من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من وسط المدينة، التي عرف واحد الحادثة ديال السير لهاد السيارة هذه عمادية اللون اللي كتشوفو. صاحبها كان غريب واحد السرعة مفرطة، وفقد السيطرة على السيارة، واصطدم بأحد السيارات اللي كانوا مركونين على رصيف. وحسب القول ديال أحد الشهود أنه كان غادي بواحد السرعة مفرطة ولا يد بالفعل، لأنه في حالة غير طبيعية. إذن كذلك أن الشاهد تقول أن قوة الاصطدام كانت كبيرة بزاف. إذن تتبع قناة شوف تيفي، دائما الإنسان يجتنب أنه يسور بسرعة، ويجتنب أنه يسور وهو في حالة غير طبيعية. تتبع قناة شوف تيفي إلى هنا، أستودعكم الله، إلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.